ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين وصلوا القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن ترتيبات أمنية تتعلق بإعادة فتح السفارة. وأوضحت الصحيفة أن المباحثات ركزت على تحسين أمن السفارة عقب حادث إخلائها في ديسمبر الماضي لدواعي أمنية. وقال المسؤولون الإسرائيليون أن المباحثات أثمرت عن تقدم ملحوظ، ما يعني اقتراب رجوع السفير ديفيد غورين قريبا لمقر عمله. ونقلت عن وزير السياحة الإسرائيلي قوله إن القضية أوشكت على الحل. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نتعرف على رد الأزهر على الرئيس التونسي بدعوته في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. تابعونا.